هاي نشوى، ازيك؟ اهلا وسهلا. قولي انت اسمك ايه في الامبراطوريه؟ مديحه. الشخصيه دي فيها شبه منك؟ ان انا برضو بطبخ وجوزي ما بياكلش الاكل اللي انا بعمله، ما بيعجبوش. لو هتقول المشاهدين ما تعملوش زي مديحه يبقى في ايه؟ ما تبقوش طيبين قوي كده، قوي بزياده، يعني العيال الصغيرين بيستعبطوكوا. مين اكتر واحد اكيل في اللوكيشن في الامبراطوريه؟ ابننا الصغنطوط ياكل شويه زياده، بس بابا بقى عامل له كنترول، بابا اللي هو مختار. مين مختار بقى؟ هتعرفه لما تشوف الامبراطوريه. اكتر واحد ملتزم بمواعيده في الامبراطوريه؟ خالد النبوي طبعا، والمخرج طبعا. نشوى، هديكي شويه القاب ووزعيها على افراد الامبراطوريه. المشاغب مروان، المحترم بزياده مختار. مين الفاشونيستا بتاعه الامبراطوريه؟ لا طول شيك منا الحبيبه. انا رومانسيكيه كده في نفسي شويه. مين حبيب قلب ابوه في الامبراطوريه؟ مصطفى اخر اللي هنقول. لو انت صاحبه الراي في الامبراطوريه وعايزه تحطي قانون، ايه القانون اللي هيسود على كل الاطفال؟ ان يقولوا حاضر. كلمه حاضر دي كلمه عظيمه، يعني الامهات بيبقوا نفسهم يسمعوها دايما. كلمه للامبراطوريه قبل ما اقول لك باي باي. عاشت امبراطوريه ميم بكل افرادها، بقياده مخرجها وبقياده صاحب الامبراطوريه. عاشوا كل الناس الموجودين في الامبراطوريه قدام الكاميرا وورا الكاميرا. نشوى شكرا ليكي. انا متشكره جدا.